بدون لغة خشب. وعلى بركة الله مرة أخرى بدون لغة خشب، دائما بدون مواد حافظة. القاعدة في بدون لغة خشب، أنا كنسول شنو بغيت وكيف بغيت، الضيف كيجاوب كيف بغى وشنو بغى، المهم أنه كيجاوب بدون لغة خشب. وطبعا في حالة استعمال لغة الخشب، الفار كيكون بالمرصاد، واخا الفار ما خدامش هاد الأيام ماشي مشكل. بدون لغة خشب هذا اليوم من الدوحة، الدكتور منصف اليازغي الباحث في السياسات أو السياسة الرياضية. منصف اليازغي، شكرا لأنك معنا اليوم بدون لغة خشب. سعيد بالمرور معك عزيز رضوان من الدوحة، ونتمنى تكون عندنا إضافة في هذا اليوم هذا مع المستمعين الكرام والمشاهدين ديالك. إن شاء الله ما فيها شك سي منصف. أنا نسولك كيف دير الأجواء، إحنا عندنا الشتاء والحمد لله مقلقين شي شوية في الدوحة وسط الجماهير المغربية اللي هي بالآلاف، كيدير النفسيه؟ فوالا، الا هضرتي لي على الجو كطقس، ربما عندنا هذا الجو هذا ديال شهر ملي تيكون شهر 4 5 حتى 6 تقريبا بدات الامور تتبرد على المستوى الطقس. الا هضرتي على مستوى الحراره ديال الجمهور المغربي، فخرجنا من الملعب بالامس، الناس فرحانه، الناس ناشطه، الناس احتفلات بهذاك الحفلات اللي تيديروا بجانب الملعب اللي تكون قبل المباراه ومن بعد المباراه. كانت فرق موسيقيه اللي غنوا باسم المغرب، اللي رفعوا الاعلام الوطنيه، يعني كان هزيج. ولكن كان بعض الناس فرحوا، ولكن كانت بعض ربما بعض الانتقادات هنا وهنا على بعض الاشياء اللي كانت في المباراه. ولكن عموما يحسب للمغرب يعني الوحيد اول بلد او ثالث بلد في العالم اللي توصل للنصف النهائي من غير دول اوروبا ودول امريكا اللاتينيه. 1934 كانت الولايات المتحده وصلت نصف النهائي، ثم في كوريا في 2002 وصلت كوريا الجنوبية نصف نهائي، وثم المغرب دابا حاليا كيوصل نصف نهائي، وهذا ربما انجاز بالاضافه لانجاز على المستوى العربي والافريقي كما تعرف. طيب سي منصف، قبل ما ندخلوا فيما يتعلق بمجال تخصصك بالدرجه الاولى السياسات الرياضيه، نبقاو في البارح، نبقاو في الماتش مع فرنسا في نصف النهائي. نقولوا قدر الله وما شاء فعل، هذه هي القاعده الكره، ونقولوا لم يكن بالامكان افضل مما كان، ولا نقولوا كان بالإمكان أفضل مما كان؟ ربما كان من الممكن أن يكون أفضل مما حصل أو مما كان. شخصيا تابعت برامج القناة الفرنسية الأولى قبل المباراة بيوم، وكانوا يشددون ويلحون على أنه المنتخب الفرنسي إذا أراد أن يفوز يجب أن يسجل في الدقائق الأولى، كما لو أنهم توقعوا ذلك السيناريو، لأنه هو السيناريو الوحيد الذي بالإمكان أن يربك حسابات وليد الركراكي والمنتخب المغربي. فقلت أنه هذه الرسالة بطبيعة الحال ما يمكنش أن أكون أفضل من وليد الركراكي ولا أفضل من التقنيين يعني، وقلت حتى في القنوات اللي مريت فيها أنا في قطر، ولكن هذاك السيناريو هو اللي وقع وكان الهدف الأول. ربما كان مفترض أن يكون أحسن. أنا شخصيا ما فهمتش واحد النقطة ديال دخول مزراوي وسيس رغم الإصابة ديالهم، يعني هنا واش هو تضحية منهم تنقدروها، ولكن ربما تتكون هناك أشياء أكبر من أنه قرار انفرادي أو قرار ديال مجموعة أشخاص. هناك إصابة، يعني من الأحسن دخلوا اللاعبين أكثر جاهزية، هذه النقطة الأولى. وأنا دائما أتحدث ولكن لست برجل تقني وأنأى بنفسي أن أكون محللا تقنيا للمباراة، يعني فقط أعطيك بعض المشاهد اللي تابعتها أو اللي احتفظت بها. فكاين هذه النقطة. هذه النقطة الثانية. النقطة الثانية هي تنقول واش يعني وليد الركراكي بالثقه اللي عندنا فيه وبالكفاءه اللي عنده اللي كانت وكاينه وغتبقى، واش ما كانش حريص في هذه النقطه ديال انه في البدايه ديال المباراه انه يمشي في النهج الصارم ديالو تفادي ديال هذاك الهدف. يعني تنقول انا كنقول 45 دقيقه بدون هدف ربما غادي تدخل الشك في الفرنسيين وتخليهم انهم يرتابكوا، فوقع ما وقع. تبقى بانه بعض الاشياء اخرى اللي لاحظنا بانه الضجيج الاعلامي اللي يكون عن بعض اللاعبين احيانا يكون خاطئ،
لانه لاحظنا بانه بعض اللاعبين اللي طار عليهم ضجيج كبير وكانت يعتبرهم هما اللي غادي يوصلونا مع تفين، اتضح بانه في اخر مطاف محدودين، ربما ما قادريش، ولكن هذا كلشي كله تنقول هذا فقط انتقادات من القلب لفريق اهدانا الفرحه، اهدانا اقصى مما كنا ننتظر، ولك تتصور الفخر وانت تتجول في الدوحه. يعرفوك مغربي يعني كلشي مبتسم معك، حتى داك البنغلاديشي تيقول لك كلنا مسلم مروكو كل يعني واحد الفخر حسينا به، حسينا بالقطريين الخليجيين هنا كلهم دايرين الشال ديال المغرب، الاقمصه ديال المنتخب المغربي اختفوا مختلف يعني لي بوتيك اللي كاينين هنا، يعني هنا هذا فخر كبير لينا. ما يمكنش هذا الانتقال نقلوا من انجاز، فهو تيبقى انجاز كبير لينا جميعا. طيب في هذا الاطار منصف لي زغي، ومن خلال العناصر اللي ذكرتي باش غادي نمشيو دقه دقه، واش ما لمستيش بانه كاين شي بركه ديال الحسره، ويمكن كاع كاين شويه ديال الاحساس بالشمته في التدبير ديال المقابله ديال البارح؟ وي طبيعه الحال، انا البارح كنت منتظر انه فرنسا ربما شي حاجه كبيره، كنت منتظر فرنسا اللي شفتها في المباريات السابقه خصوصا في مباراه الربع، ربما انتظرت فرنسا اللي غادي نصيبوا مع اشكال، فاذا بي اجد بانه المجموعه ديال المغرب بهذوك الانتقادات اللي توجهت لها بخصوص بعض دخول بعض اللاعبين الغير جاهزين، بانه كانت بين ايدينا فرنسا، يعني ما كانش شي غول كبير، ربما كنا يعني على بعد لا شيء من النهائي، يعني هنا فين حسينا بها ودرنا خاطرنا، لانه ماشي كل ربع سنين غادي نوصلوا لهذا الشيء، يعني ماشي كل دوره غادي نقدروا نوصلوا للنصف النهائي او النهائي، ربما كان المغرب اليوم كان البارح كان يدخل التاريخ في مره، يعني يقفل باب التاريخ لانه المغرب حاضر في النهائي، ولكن يعني هذيك الحسره بقات وحسينا بها، ولكن حاول ما امكن نغلبوا الفرحه، ولكن بعد الحسره يمكن غادي نذكروا هذه المباراه هذه ملي غادي يجيو دورات ديال المونديال اخرين، وغادي نكتشفوا بانه هذا المسار اللي قطعناه راه ما كانش سهل، وكنا على قرب على بعد لا شيء من حلم كبير للمغاربه. اها طيب منصف اليازغي، حتى التحكيم صباح عليه جدل كبير من البارح، انا سمعت شخصيا الخبير ديال بيان سبور، خبراء اخرين، لاعبين سابقين اللي كيقول لك كانوا جوج ديال ضربات الجزاء، ما عرفتش في الدوحه وسط المحللين والخبراء، انت اقرب الى موقع الحدث، كاين هذا النقاش على جوده التحكيم البارح؟ شوف انا البارح خرجت من الملعب، لانه احنا ما يمكنش نشوفوا داك الشيء شناه يعني في لقطه يعني واحد ثانيه ولا شي حاجه، ما فهمناش الانذار ديال بوفال الامن لا، حتى هو داك الشيء ما بناش مزيان، كان احتكاك مع احد اللاعبين الفرنسيين، انا خرجت من الملعب ومازال وسط الضجيج، تيتصل بيا واحد الحكم من هنا قطر، واحد الحكم عربي مقيم هنا، تيقول لي يا منصف راه هذوك ضربه جزاء، يعني انا قلت ربما هناك العاطفه ربما تتلعب دور في اطار التضامن العربي وبانه تخفيف على الصدمه الى اخره، ولكن ملي تنجيو تنشوفوا لي زيماج، تنشوفوا الفيديو، تنشوفوا التحليلات ديال خصوصا ديال جمال الشريف بين سبورت والتدقيق في الامر، ربما تقول سؤال، هناك غرفه فار منفروض انه تعطي هذاك الشك اللي كاين، تعطيه ربما تعطي الشك، تعطي تشيك فار، يعني غادي يجي الحكم على الاقل يتاكد، تنقول كيفاش هذه غرفة الفار ظلت صامتة في محاولتين، علما أنه شي حالات بحال هادو في نفس هذا المونديال هذا تعلن فيهم ضربة جزاء، وانتم تتذكروا ضربة جزاء ديال رونالدو اللي ربما ماشي ضربة جزاء، كان فيها ريحة ضربة جزاء، وكان نورمالمون كان خصها يؤول لصالح المتهم كما تيقولوا في القانون، نظري القانون يقول لك الشك يؤول لصالح المتهم، في حالة رونالدو لصالح المتهم ضربة جزاء ماشي من حقه. هنا أنا اللي ضرني هو أنني ما زال تنتذكر انني كنت في المونديال ديال روسيا وتابعت هذاك الاشكال اللي وقع امام البرتغال والمعاناه ديالنا مع مع مع, مع الفار، تنقول اربع سنوات تنظن الناس تنسوا بالفار، هاد غرفه الفار لماذا صمتت؟ واش هناك كاين شي تحليل اقوى من المعطيات اللي عندنا واقوى من التصور ديالنا؟ ربما، ولكن لحد الان في انتظار انه يظهر التاويل الصحيح، شي واحد اللي خبير اكثر يقول لنا هذوك راه ماشي ضربات جزاء، ربما ما يتضح من خلال المتابعه المباشره بانه ضربات جزاء، وكانت غادي تقلب مجريات اللعب، انا اكيد كانت تقلب مجريات اللعب راسا على عقب. طيب كيف ما قلتي منصف، ربما كاين بعض الامور اللي ما مفهوماش، ما كنمشيوش مع نظريه المؤامره، ولكن ابتداء من اليوم الصباح خصوصا بدا الكلام اللي ما نقولش في الميول نحو نظريه المؤامره، ولكن فيه
كيبين شي حويجات غريبه اللي وقعت في المباراه. يمكن ما كانش غير مباراه الرياضه فقط، عاد يمكن الناس تحضروا الحضور والاصرار ديال الرئيس الفرنسي الحضور، الغياب ديال الامير القطري على المدرجات كما جرت عادته في المقابلات ديال المنتخب المغربي. هادشي كله بان بينهم ماشي غير الكره وقيله، ولا لا منصف ما عرفتش واش غادي نكونوا كنبالغوا. انت الاصداء اللي عندك من الدوحه عزيزي رضوان، انا وهنا مسموح لك تستعمل لغه الخشب ماشي مشكل. لا لا تفضل. ما عرفتش اني غادي تصيبني انا. انا من متبع السي رضوان هو انه ما تنبغيش تلعب على عمليه تجميع بعض المعطيات واعطاء واحد النتيجه او تاويل. ربما هذا واحد اجتهد وطلق هذه الاشاره هذه ودارت بوم هنا، لانه جمع واحد المعطيات متقاربه. مثلا نقول بانه عدم حضور الامير تميم لمباراه المغرب اللي هو التعود، ربما راه كاين واحد السبب معين عدم الحضور ديالو. علاش غادي نربطو بانه بسبب وجود مؤامره؟ نقدر نقول لك انه تكون مؤامره ويحضر هو، يكون عارفه ويحضر كاع. شنو المشكل يعني؟ شنو فرضنا شنو غادي يوقع الا حضر ولا ما حضرش والمؤامره كاينه ولا ما كايناش؟ زائد حاجه اخرى، وهي مثلا ربطوا شي اشياء بالتحكيم بالفار، كون ما وقعش هذوك الحالات. مثلا كون ما وقعش هذوك الحالات ديال ضربات الجزاء، اذا هنا شنو المعطيات اللي غادي يزيدوا باش يعطيونا هذه المؤامره هذه؟ انا اعتقد يعني في نظري نتمنى يكون شي تاويل اخر او شي معطيات اخرى جديده تاكد ذلك، ولكن الى حدود هذه المعطيات المتوفره واللي تروج لها، اعتقد بان الامر ربما شعبوي شويه وفيه شويه ديال المجازفه في الحديث وايضا حتى المبالغه. لا اتمنى ان ننساق وراء هذا الامر، لان المعطيات هي بسيطه جدا. كيفاش انه ما حضرش؟ حضر الرئيس الفرنسي كذا. انا شخصيا ما تنبغيش نمشي مع هذا الطرح هذا الا كانوا معطيات دقيقه جدا وواضحه بالامكان ان نمشي معه. اما غير ذلك فاعتقد انا شخصيا هذا كلام يعني ما عندوش حتى شي اساس او شي معطى واضح. نعم واضح سي منصف يا زي. طيب سي منصف، واش الاحساس ديالنا من بعد هي تديك الكلمه الاقصاء كتجينا صعيبه، لانه ما في نصف النهايه الخروج بداك الشكل وخا الهزيمه مع المنتخب الفرنسي، واش احساسنا دابا المفروض يكون محكوم سيمون صيف باننا حققنا معجزه وصلنا لنصف النهايه ديال المونديال؟ وملي كنقولوا نصف النهايه راه العباره خفيفه على اللسان ولكن ثقيله في الميزان، ام انه يكون محكوم بالنظر لاننا كان ممكن نمشيو ابعد؟ دابا لقينا راسنا مخربقين. نعم، هو ربما الحالة اللي حنا فيها ربما أفضل بكثير مما عيشناه في 1998. علاش؟ 1998 تم التصوير بأنه هناك مؤامرة بين النرويج وبين البرازيل، والمغاربة تقسينا في الدور الأول وخرجنا في الشوارع فرحانين. ربما هذه من الأشياء ربما لحد الآن تزعجني، تنقول كيفاش تقسينا في الدور الأول وخرجنا في الشوارع فرحانين وهزين اللعابة فوق الكار وإلى آخره. تنقول شنو هو هذا؟ حنا ما مأهلين، ما تزناش للتور الثاني وفرحانين وركبنا على قضية أن وجود مؤامرة. الآن ربما احنا الوضع افضل بكثير. لماذا؟ احنا ضمن الاربعه الاوائل، احنا المغرب اول بلد عربي افريقي ويعني تجاوز بزاف ديال الدول الاخرى في باقي الدول اللي يلعب سبعه المباريات في مونديال واحد، اللي هي اقصى عدد ديال المباريات اللي تقدر تلعبه. هذا جانب. الجانب الثاني، انا شخصيا تنشوف تنقول بانه اللي عطى الله عطاه. خسرنا امام فرنسا اللي كنا نربحوها، وربما يمكن اعتقد انه كان الاشكال مقلوب، لانهم قبل كانوا المنتخبات اللي واجهناهم ما كانش يحترمونا وكانت يؤديوا الضريبه. اعتقد بانه ربما احترمنا فرنسا اليوم، حنا احترمناها وادينا الضريبه، احترمناها بزاف فوق 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 القياس. زائد حاجه اخرى هو تنقول انه وصلنا للنصف النهائي، حنا بين الاربعه الاوائل، غادي نتقدموا في التصنيف ديال الفيفا. ممتاز، حنايا اللاعبين غادي يطلع الثمن ديالهم. وليد الركراكي الله يعطيه الصحه دار عمل كبير، وهنا باش نشير لك على واحد المعلومه فقط بالنسبه لوليد الركراكي وبالنسبه لانه مدرب وطني. يا اخي راه ملي تنقلب شويه الاحصائيات شنو تنصيب؟ تنصيب بانه ثمانيه المنتخبات اللي فازوا بكاس العالم منذ 1930 الى غايه الان، ثمانيه المنتخبات، كاين اللي فاز باربعه، كاين اللي فاز بثلاثه، كاين اللي فاز بجوج، كلهم فازوا بها مدرب وطني، عمر ما كان شي مدرب اجنبي. هاد المنتخبات اللي فازوا بكاس العالم، اكثر من ذلك هاد الكاس العالم اللي حنايا فيها 32 منتخب بيناتهم 24 منتخب كلهم عندهم مدرب وطني. نزيدك امر اخر هو انه التور الثاني فاش جزنا الدور الثاني كل شيء داز مدرب وطني الا منتخب واحد اللي هو كوريا الجنوبيه وتقصى في تومون. اذا ربما خصنا نفهموا بان المدرب الوطني
عنده مكانته، يمكن عنده واحد الميساج تيوصلوا اكثر من المدرب الاجنبي تيوصلوا للمجموعه. هذا من ناحيه. من ناحيه اخرى وصلنا نصف نهائي، قلنا اللي عطى الله عطاه، واجي دابا نبداو نعتبروا بانه مسار ديال الحضور المغرب على الواجهه الدوليه بدا 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 من البارح. كيف كاينه واحد كاس افريقيا كاينه في كوت ديفوار في 2024، ما تهضر ليش على انه الطموح نوصل نصف النهائي كما كنا في الدوره الماضيه في الكاميرون. لا سيدي، خصني ندخل باش ندير لقب، لانه المغاربه حنايا يمكن عندنا حضور في المونديال اكثر من الدول الاخرى، ولكن الدول الافريقيه راه عندها القاب افريقيه، عندها القاب افريقيه، يعني بزينه ديال الالقاب الافريقيه اللي ما عندناش حنايا بلقب يتيم اللي عندنا، ومازال حنا فرحانين بالنهائي ديال 2004. اذا 24 خص يكون كوت ديفوار ديالنا، والمونديال الجاي اللي غادي يكون 48 منتخب خصنا سيدي ندخلوا كمرشح. ماشي ثقافه ديال انني نفرح بالتاهل، لان واحد لقيتها كنا نفرحوا غير بالتاهل للمونديال، تنقولوا تاهلنا للمونديال، ملحمات كذا ملحمات كذا، ما كاين لا ملاحم لا والو، خصك تدخل وتقلب على اللقب ديالك وتقلب على انك تحقق انجاز وتكون كبير. لانه وليد الركراكي راه دار كوتشينغ، ما دارش كوتشينغ، ما دارش كوتشينغ للاعبين، دارو لنا حتى حنايا المغاربه، عطانا رسائل ربما اللي خصنا نتامنوا بها حنايا في ثقافتنا في المعيش اليومي ديالنا. ملي تيهضر لك على العقده، ما تكونش عندك العقده مع شي واحد، ملي تكون عندك انك تثق في الحلم، تثق في الحلم ديالك، مي انه دير النيه بزاف الاشياء، ربما راه عطانا دروس حنا كمغاربه ربما خصنا نستافدوا منهم حتى في حياتنا. اذا الا كنا غادي نكرسوا هذا الانجاز ديال بالغنامي النهائي، خصنا نكرسوه بالنتائج اللي جايه ونقوي البطوله ديالنا ونحافظوا على الرياضه ديالنا. غادي نفصلوا في كل هذا الشيء السي موصف لي صغير، ولكن الى لاحظتي بانه قبل من فاش تاهلنا الى نصف النهايه بدا واحد النقاش على الاقل في مواقع التواصل الاجتماعي في الاعلام ديال لمن الفضل في هذا المستوى اللي وصلنا عليه. نعم، كل واحد بطبيعه الحال كاين اللي كيقول لك اللاعبين والمدرب بوحدهم، كاين اللي كيقول لك المنظومه الكرويه، كاين اللي كيقول لك الحظ، كاين اللي كيقول لك الصدفه، وكاين اللي كيقول رضات الوالدين، وكاين وكاين وكاين. منصف لي صغير بالنظره الاكاديميه ديالك، كنا كنعرفك ما عندكش مع العاطفه بزاف، باش المنتخب المغربي يوصل لنصف النهايه الفضل لمن؟ شوف باش نكونوا نعطيو لقيصر ما لقيصر، ربما حنا كنقولوا لحظيين الى حد ما، تمشيو مع ديك اللحظه وهذيك اللحظه شنو فيها، وتنقولوا فلان وفلان وفلان. انا شخصيا تنشوف الموضوع بشكل اخر، يقدر يختلف معايا البعض، يقدر يعتبرني شويه تنمشي بعيد. لا، انا تنقول بانه الامر تيبدا من افريل 2009، رحيل الجنرال حسين سليمان اللي تم الاعفاء ديالو بعد واحد المباراه ديال الكابون لعبناها في الدار البيضاء وخسرناها، ومجيء علي الفاسي الفهري. علي الفاسي الفهري الناس كينكروا المرحله ديالو، دوز 4 سنين شنو دار فيها؟ هو اللي نزل مشروع الاحتراف في المغرب، لانه كانت الاجنده اللي جاي بها هو من في المغرب عند حلوله كرئيس للجامعه، انه دخل كره القدم المغربيه للاحتراف، ووضع الشروط، ووضع الاضافه ديال التحملات، ودار عمليه تاهيل، ودار. الاشكال في هذيك المرحله شنو وقع عليه علي الفاسي الفهري؟ انه عندنا واحد الامر هنا غريب في المغرب، الا ما تاهلتيش لا كوب دي موند، ولا ما مشيتيش لاكوب دافريك فيها مزيان، اذا راك ما درتيش الكره المغربيه. ما تنساو الاشياء اللي دارت الكابينه التحتيه، دارت كتاهيل الانديه كمنتخبات صغرى، من قبل ما كانش عندنا منتخبات، كانت يتجمعوا بعض المرات سيمانه وعشر ايام، كانوا لعابه يمشيو يشاركوا في الفئات الصغرى لاول مره، تيركبوا في الطياره وتدخلوا الفنادق، هادشي خصنا نعرفوه. هادشي فعاد علي الفاسيري بدا تيوضع القواعد ديالو. اذا ما نكروش الفتره ديال السيد هذا، جا مورا علي الفاسيري، جا مورا فوزي القجع، ربما جاب فكر اخر، فكر دفاعي تنسميه، فكر تخطيطي، وربما كاين حتى الكاريزما ديال الشخص لعب هذا الدور، بدا في واحد المخطط. يمكن كانت هذه النتيجه هذه كتحقق في 2018، لانه في 2018 كنا قاب قوسين نديروا واحد الانجاز تماك، ولكن كان وقع اشكال تحكيمي بشهاده الجميع. اذا كاين التطور هذا، كاين ترسانه قانونيه دارت في المغرب، التشريع الرياضي الدار منذ 2010 و2011 مع صدور قانون التربيه البدنيه الجديد وصدور المراسيم التنظيميه ديالو، ثم القرارات الاداريه والمراسيم اللي كلها نزلت واحد مشروع رياضي وواحد التصور الرياضي. وتنقول هنا بزاف تيسولوني تيقولوا لي على الجانب السياسه الرياضي، نقول من الان في المغرب كان سياسه كرويه، لانه ملي تنقول سياسه رياضيه تنقصد بها اولا خصها تشمل جميع الانواع الرياضيه، وخصها تكون كتصور حكومي للقطاع. الان عندنا سياسه كرويه، عندنا حتى دبلوماسيه كرويه، ما عندناش دبلوماسيه رياضيه، لان الطريقه باش مشى على المستوى الفيفا والكاف في اطار دبلوماسي، والعمل اللي قام به وربما خصو حلقه بوحده موازاه مع العمل اللي دار صاحب الجلاله في العمق الافريقي، كانت هناك توازي بين العمل ديال الجامعه مع العمل اللي دار على المستوى السياسي، بدليل
تقريبا 32 اتفاقيه مع الاتحادات الافريقيه، استضافه ديال الانديه وديال المنتخبات هنا في المغرب، الدعم ديال بعض الاتحادات، هذا كله كان تيمشي بشكل متوازي. تنمروا للجانب الاخر وهو المتعلق بالمنتخبات الكبرى. يا اخي كواحد المتواليه تلاحظوها، شوفوا معايا بان المنتخبات الافريقيه، المنتخبات بعدا كاين الصغرى في المغرب او السنيه، راه ولات تحقق تاهل لكوب دافريك ولا الكؤوس العالميه، تحقق بواحد السلاسه. من قبل كانت تحصلوا مع اضعف منتخب في افريقيا على مستوى السيدات، ولا هناك انجاز، كاين سيطره ديال الانديه المغربيه على عصبه على المنافسات الافريقيه، وصلنا الامر ان حتى السيدات وصلنا حتى كره القدم مصغره. اذا هذا طبيعه الحال كاين واحد العمل تيدار من اللور، ماشي فوز القجع بوحده، ماشي فوز القجع بوحده، كاين واحد الاطور موراه، وكاين واحد التكوين كاين تماك، وكاين اداريين تيشتغلوا، يمكن ما بانيش في الصوره ولكن كلهم عندهم الفضل. وايضا هناك تصور ملكي للمشروع كره القدم، لانه التجهيزات والامكانيات اللي توضعت. نعطيك رقم بسيط، في عهد الحسن سليمان شحال كانت ميزانيه الجامعه؟ كانت 15 مليار سنتيم، دابا شحال؟ 88 مليار سنتيم. يعني كاين تصور 88 مليار سنتيم تماما، تصور من طرف الدولة أن كرة القدم هي قائدة ديال المشروع ديال الرياضة في المغرب، وهي تشكل تعطي واحد الواجهة للمغرب في الخارج، وهي اللي تتأثر يعني أكثر استقطابا الفئات الشابة، وبالتالي توجب تأطيرها بشكل أفضل. وفي الأخير باش نقولوها حتى سياسيا، كرة القدم هي جلبة الفرح، هي تعطي الفرح واحد الشعب المتنفس. وهذا المتنفس راه ما عشناش أول مرة، عشناه في الثمانينات، في الثمانينات اللي كان المغرب كان عايش برنامج تقويم الهيكلي اللي كان فرون طرف البنك الدولي، واللي كان فيه قيود وتقشف اجتماعي، وكانت كرة القدم كنتائج وكاستضافة للتظاهرات الرياضية كانت ذلك المتنفس في الثمانينات الرأي العام. إذن هو الأمر لم يكن صدفة، ما نقولش بأنه صدفة، ولكن آخر نقطة باش نختم لك هذا السؤال ديالك عزيزي، هو أنه تفضل أنه يعني حتى باش نزيدوا عليه، ماشي فقط اداء الجامعه، ولكن كاين واحد العمل اللي دار على المستوى الاوروبي، وهو تكوين لاعبين اللي بهرونا في المونديال. هذوك ما تشوفوهمش انا في انه المغرب استقطبهم، اولا هما ضحاوا بمستقبلهم مع المنتخبات ديال المنشا، هذه الاولى. ثانيا هذا اش نقول لك انا، ربما سياسه الجامعه غادي مع سياسه الدوله، الا كانت الدوله دايره وزاره خاصه بالجاليه ودايره واحد المجهود كبير على مستوى استقبال الجاليه والحفاظ على الارتباط ما بين الجاليه وما بين المغرب الوطن الام، حتى على المستوى الكروي استطعنا انه المنتخب ديالنا يشكل هذيك اللحمه بين الجاليه وبين هنا المغاربه، يعني ان المواطنين ديال المهجر مع المواطنين ديال المغرب. هذا ربما شناه في المنتخب، وشنا تلك التوليفه وهذيك اللحمه اللي فيها اشارات جميله جدا، نتمنى انه نستوعبها ونعطيوها حقها في النقاش. مشكور بزاف سيمون صيف على هذا الجرد اللي درتي، واللي يمكن نفهمه منه بانه صحيح كاينه النيه، صحيح كاينه رضات الوالدين، وكاينه التمغربيت والروح ديال التمغربيت، ولكن كاين عمل اللي بدا هذه سنوات وعطى دابا كنجنيو الفاكهه. يمكن سيمون صيف، انا اقول بدانا في جني الثمار او الفاكهه كما قلت، لانه القادم بالنسبه لي افضل. انا شخصيا زرت اكاديميه محمد السادس، وزرت حتى المركز ديال التدريب اللي كاين في 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 في, في المعموره. ربما راه يعني ما بقاش مبرر انه باش تقول المغرب ما يكونش رائد على المستوى العربي والافريقي. انا دخلت المركز ديال لي كونسونطراسيون، تفاجات انه في يعني الفئات الصغرى ديال البنات، ماشي ديال الكبار ولا كذا، الظروف اللي عايشين تماك هما غادي يستحيوا على نفسهم انهم ما يعطيوش 1000%. الظروف كلها مواتيه احترافيه، وخاصك تشوف حتى البنيه كي دايره، وحتى التاطير كي داير تماك، وحتى طريقه تسير هذيك المنشاه بشكل احترافي، كما لو انك دخلتي الكلير فونتين كاينه في فرنسا، ولا دخلتي شي مكان اخر. اذا هذا الامر هذا يعني ضروري يعطي الثمار ديالو، خصوصا مع وجود نيه سليمه في الدفع بهذا المجال هذا. ونكونوا واضحين باش ما نكثروش الهضره، يعني البعض ملي تهضر على الاداء ديال الجامعه، كاين واحد الكلمه تجيب لي الضحك، تيقول كطبل الجامعه، ما عرفتش الجامعه محتاجه لي تطبل ليها الالترا ديال الجامعه. علم انه الجامعه، انا حاليا غير تنهضرش على تقول لي تطبل، انا الجامعه حاليا الفندق ديالهم ما عرفوش فين كاين، عمري ما شفتو كاع كيداير، وما شفت شي عضو، ما شفت واحد. مشيتي على حسابك السي منصف القطار؟ لا، مشيت على حسابي، حتى واحد ما خلص عليا شي ريال، لا مؤسسه عموميه لا خاصه. هذا حلم ديالي، ساعدتني فيه
الزوجه ديالي بشكل كبير، وجيت لهنا باش ندوز الله المونديال يجزيها كامل، بخير. سواء انه سواء يعني مشينا بعيد لو ما مشيناش بعيد في المونديال، انا كنت داير باش انه نعيش فرصه المونديال لانه يقدر ما يتكتبليش مره اخرى. الله يعني يعطيك الصحة. قلت لك يعني لا لا هضرنا على الجامعه خصنا نعطيو ما لله لله، يعني ما هذيك الثقافه ديال اي واحد يمرح. انا هضرت على قطر هنا، واحد قال لي طبل قطر، دابا قطر 220 مليار خاسر على مونديال، محتاج المنصف يطبل ليها. دابا تصور ومنصف ماشي على حسابه، كنا كنتي بعدا بريزون شارج نقولوا ما كاين مشكل حتى الا طبلتي. لا وقطر تقدر دير مؤسسه اعلاميه كبرى دوليه اللي دير لها التطبيل ودير لها التزمير. يعني ربما الثقافه ديال التطبيل خصنا نعطيو، نكونوا عندنا ايمان نعترفوا للشخص بشي حاجه، ماشي واحد يهضر مزيان على فرنسا لا ما كاين مشكل، ولكن تهضر على دول عربيه ولا افريقيه تطبل. انا بغيت نقول هنا خصنا تكون عندنا ثقافه الاعتراف للاشخاص اللي قاموا بمجهود. الجامعه حاليا وانا تقريبا راك عارف السي رضوان، هذه 20 الله يودي وقيل هذا الشيء اللي كتبت انا على الجامعه وكتبت لي الى في كافه مراحلها، كنت ديما في الصف ديال المعارض تماما، وكنت دائما الصف ديال المنتقد وكذا. اليوم تنقول اي وقيل كاين شي اشياء خاطئه فيهم الجامعه ونقدروا نهضروا عليها، ما عنديش مشكل، وغادي نرجعوا لها بطبيعه الحال سي منصف، ما كاين مشكل، ولكن كاين اشياء جميله خصنا نعترفوا بها ونصحوا هذوك الاشياء اللي مازال ربما سلبيه عندها. أكيد. إلا سمحتي منصف، تكلمتي وسبقتيني في الموضوع ديال أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. أنا كنحاول نتبع نسبيا الإعلام خصوصا العربي في هذه الأيام، يمكن عاد الناس اكتشفوا بأن المغرب فيه واحد الجوهرة ديال التكوين سميتها أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، خصوصا ملي طلع النصيري 2 متر و87 قالوا فين تكون هذا السيد، قالوا تكون في الأكاديمية. ربما دابا عاد فهمنا علاش عندنا أكاديمية ديال الكرة القدم في المغرب وملي كتحمل اسم الملك محمد السادس. هو الطريف في الأمر عزيزي رضوان هو أنهم مدة الأكاديمية في العام الأول ديالها والثاني كنا تنشاركوا على مستوى في بعض المنافسات الافريقيه، وتنخسروا ولا ما نتاهلوش، يقول لك وفينا هو العمل ديال الاكاديميه. يعني كما لو ان الاكاديميه خصها تبدا تخرج وبدا دير نتائج يعني في اليوم الموالي. يعني امر ربما نفس الشكل اللي كان وقع لنا فين دخلنا الاحتراف 2010 2011، تيقول لك وفينا هو الاحتراف، ما كاين الاحتراف الاول. الامور تاتي بمراحل يعني وما يمكنش انه تسرع واحد البروسيس تسرعه بواحد الشكل كبير. اكاديميه جات عنده واحد العمل ربما صد عراقيل في الاول، وما نساوش هنا الاسم ديال واحد السيد ما نساوش عاوتاني، وهو المغربي مشى ليا سميتو ناصر لارغيط. ناصر لارغيط، باش نكون واضحين، انا ديما تنام بواحد الحاجه نعترفوا لبعضياتنا الاشياء الجميله. ناصر لارغيط ولو انه الرحيل ديالو صاحبته بعض الاشياء، ولكن السيد راه دار مجهود كبير يا اخي، دار واحد العمل ووضع واحد اسس كبيره. بالنسبه للاكاديميه ربما البعض كان يتحول بانه غادي يخرج لنا منتخب، يعني المنتخب ديال الكبار تخرج لنا واحد 26 تقول لنا هما باش تلعبوا. الامر ما تتعلقش بهكذا، هاد الاكاديميه هادي الا عطاتك جوج ولا ثلاثه المنتخب راك انت رابح، لانه تعطيك النخبه ديال داك الشيء اللي عندها والزبده ديال داك الشيء اللي عندها. اكثر من ذلك شوف على مستوى المنتخبات السنيه الاخرى، هي 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 مورد كبير لهاد المنتخبات هادو. اذا ما نحملوش الامور اكثر من طاقتها وننتظروا شي هادي دايره خدمتها، الامور جايه بشويه ما نكونوش سرعه، لانه في ثقافه الاستراتيجيه وثقافه السياسات في اي مجال عندها واحد المجال الزمني باش تحقق، وهذاك الشيء غادي بواحد المنسوق غادي وتيطلع. ما يمكنش انه دير اكاديميه اليوم وغدا تعطيك، خصك تصبر وتكون هذوك الثمار تقطفهم بشويه. وصراحه اشعر بالفخر عندما التقيت مع شي اعلامي عرب هنا وحكاو لي عليها، جاو زاروها وزاروا تمركز ديال الاستعدادات وتيهضروا عليها بواحد الانبهار. وانا قلت لك انا الا كانت شي حاجه بهرتني هنا في قطر هو يعني الله يعطي الصحه لهذا المنتخب والرياضه المغربيه وكره القدم المغربيه، لانه حستني بالفخر انني مغربي. وهي نفس الامر اللي وقع لي انا في فرنسا، كنت حضرت القروج كان ربح في العاب القوى في الشامبيون دي موند 2003، وكيفاش انني زرت ليكيب مع الزميل ديالنا يونس خراشي، وكيفاش الناس تعرفونا مغاربه تينوضوا بلاصتهم، فوز دي ماروكا هشام قروج. شوف هذه الرياضه السحر ديالها وشوف هذه القوه ديالها. اذا هذه الرياضه هذه تستحق واحد التاطير، تستحق واحد الاهتمام، وتستحق واحد السياسه حكوميه من الدوله، لانه لحد الان الدوله مازال ما خداتهاش كرهان اساسي. من خلال هذه الجمله وهذه الرساله بصراحه ماشي غير جمله فقط سي منصف، اشنو المفروض نديروا من الان فصاعدا ملي لقينا نفوسنا كنلعبوا مع الاربعه الكبار ديال كره القدم؟ نعم. في العالم
نعم رقميا هذا هو دابا تصنيفنا حنا دابا، تماما انت الا ما تماما كناش ثالثين حنا مع الربعه الكبار، واش غادي نساليو الفرحه ونساليو 2022 ونبداو 2023 بحال ما وقع والو، ام خاص فعلا يكون الورش ديال بصح بعيدا على لغات الخشب سي منصف اليزغي؟ نعم انا شخصيا افضل الا كنا غادي نمشيو بعيد نشوفوا ان كره القدم كنموذج ما ناخذوش كأق او منتهى ما نتصوره، هو انه تكون عندنا سياسه رياضيه. ملي تنقول سياسه رياضيه هي ما تاخذ الدوله كرهان مجتمعي وتوضع عليه واحد التصور، التصور هذا تطلب انه، لان البعض تبقى يقول سياسه رياضيه وتعتقد بانه وزاره الشباب والرياضه هي خصها ديرها، الامر اكبر من ذلك، لانه سياسه رياضيه تدخل فيها بزاف القطاعات، تدخل فيها وزاره الداخليه لان عندها الملكيه ديال 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 الملاعب، تدخل فيها وزاره الخارجيه بحكم انه هي وسيله من وسائل يعني القوه الناعمه تنتشرها عن طريق الدبلوماسيه الرياضيه، اذا تدخل فيها، اذا هي خصها تكون سياسه حكوميه مؤطره بواحد المجال زمني معين، ما تتغيرش بتغير الوزراء لانه عشنا واحد لحظات وزراء جوج وزراء تنتميوا لنفس الحزب وفي فتره حكوميه ولايه حكوميه واحده كل واحد هضر بجوج برامج مختلفه اللي تختلف حتى على البرنامج الحكومي ديال الحزب ديالهم، يعني ثلاثه التصورات في اطار نفس الحزب وفي اطار نفس الولايه الحكوميه. اذا الا وصلنا لهذا الامر هذا غادي يوليو ربما غنشوف اطار ديال رفع عدد الممارسين، لانه عيب انه في المغرب وتنقولوا بلد رياضي، وهذه ما انا لا احبذ الواحد يبقى يقول بلد رياضي، لانه احنا بلد رياضي على مستوى الشغف، الشغف بالرياضه وبالكره، اما على مستوى الارقام نحن ابعد من ذلك، احنا ما فايتينش 400 الف ممارس من اصل 35 او 38 مليون، يعني حتى نسبه ديال 1% مازال ما فايتناش على عدد الممارسين. فرنسا اللي لعبنا العدد قليل هذا بطبيعه الحال، فرنسا اللي لعبنا معها البارح، فرنسا وسمعها بالرقم هذا، انا قلت عندنا ما فايتينش 400 الف، فرنسا اللي لعبنا معها البارح عندها هذا الرقم تنقول لك هذه شي 3 سنين كنت شفتو، عندها 16 مليون ونص مرخص مختلف الجامعات الرياضيه والعماليه والجامعيه والمهنيه، كل شيء مرخص يعني تيلعب، هذا ما تهضرلكش على الرياضه القاعديه، تهضرلك مرخص عنده رخصه، اما داك الشيء ديال الناس السير دوان بايخرج معايا باش نحيدوا الكرش وكذا والبنيه التحتيه داك الشيء كاين ما نهضروش عليه. اذا هنا هذا هو التصور اللي خصنا نمشيو فيه، هو اولا رفع لي عدد الممارسين، ما تقوليش كره القدم بوحدها، انا مثلا ما باغيش نلعب كره القدم ما عنديش امكانيات، انا باغي نلعب سيدي رياضه رمي النيبان، رمي النيبان نجيب بها ميداليه ذهبيه للمغرب الى قدرت ناهل رياضيين. اذا رفع عدد الممارسين ربما هو الرهان اللي خصها تلعب عليه المغرب كتصور حكومي شامل، كره القدم خصها تاخذها كنموذج. وهنا تنستحضر واحد الكلمه اللي سمحتي لي ديال فوزي القجع، قالها زوينه في الاستقبال ديالو المنتخب ديال كره القدم داخل القاعه ملي فاز بهذاك اللقب العالمي، قال لهم خصنا هذه التجربه ديال هذا المنتخب كره القدم داخل القاعه اللي حقق هذه الانجازات هذو قارع الكبار وفاز بكاس القارات الى اخره، انه نحاولوا نكالكيوها على باقي المنتخبات الاخرى ديال كره القدم. انا نقول تجربه كره القدم نحاولوا نكالكيوها على باقي الرياضات الاخرى، لانه انا ذاك يكون اشعاع اخر للمغرب. اها طيب سي منصف، فاش كتكلم بانه الرياضه خصها ترجع ولا خص ترجع عندنا سياسه رياضيه، نظريا غنفهموك، ولكن على واقعيا شنو خص يدار حكوميا؟ انا كنتذكر واخا ماشي متخصص في الرياضه بانه كانت مناظره وطنيه على الرياضه وكانت رساله ملكيه مازال المضامين ديالها كيتذكروها خصوصا المتخصصين، ولكن في الجانب الاخر حكوميا مازال ما كنشوفوش هذه المساله. يعني كنتعاملوا شوف وزاره الشباب والرياضه شنو غدير، وكنعرفوا الجامعات، اذا باش تكون الرياضه النقطة ديال الإقلاع. نعم. دابا فيها الاقتصاد، فيها السياسة كيف ما تكلمتي، فيها الدبلوماسية، فيها وفيها وفيها وفيها. شنو نديروا السي منصف في نظرك؟ نعم. ربما سياسة المناظرات هي وسيلة من وسائل إعداد واحد التصور لتدبير الرياضة. ماشي ما كانتش عندنا أول مناظرة دارت في مارس 1965. ولكن جات حالة استثناء وهي تقبر هذاك المشروع ديال واحد المشروع تصور رياضي. في حالة استثناء اللي امتدت من 65 إلى غاية 70. جات مناظرة أخرى حول كرة القدم في 1980 عقب الهزيمة ديال المغرب أمام الجزائر في 9 ديسمبر 1979، وكان واحد التصور حول كرة القدم والتأهيل ديالها. الإشكال هو أنه جات مرحلة التقشف ديال الثمانينات واللي خلات التصور ما يتمش التنزيل ديالو. جات مناظرة 2008 بعد نوال المتوكل وكانت بطريقة ربما ذكية جدا أنه داروا واحد مناظرة، ست مناظرات جهوية، وفي الأخر داروا مناظرة وطنية في الصخيرات من أجل تجميع هذه التوصيات هذو. أنا الإشكال هو أنه بالقدر اللي هي الرسالة الملكية كانت قوية وكانت ربما تاريخية للملك محمد السادس، بالقدر الذي أعيب على الجهاز التنفيذي أنه
حط التوصيات ابار ولا شاد فقط الرساله الملكيه. الرساله الملكيه عطاتك توجيهات وعطاتك تصور، نعم، ولكن خصك تنزليه بالتوصيات، يعني رجعتي هذيك المناظره كما لو انها لا شيء. اللي وقع هو انه حتى اللي جا من بعد هذيك المناظره ما حاولش يمشي في واحد التصور ديال جلاله الملك اللي عطى واحد اشارات قويه وعطاك محاور يعني واشتغل عليها نزلها. ندوزو نقطه اخرى تقول لي كيفاش غادي حكوميا مزيان. غادي نقول لك واحد الحاجه، بانه ملي تنجي انا كتصور حكومي تنجي ترجع رياضه كرهان واضح اللي تيكون عنده اولا انطلاقات ديالو، تنقول علاش انا بغيت نطور هذا المجال هذا، لانه دائما السؤال حول السياسه الرياضيه تنطلق من واحد السؤال واضح وكبير، كاين هناك مشكل اذا خصني نحل ديالو. دائما اي سياسه شتي مثلا الا قالوا بغينا نبنيو لي باراج، اذا كاين مشكل اللي هو مثلا خصنا نجمع المياه وكاين فيضانات تتوقع، اذا ديما تيكون المشكل. اذا هنا كاين هذا المنطلق هو انه عندنا اشكال في المجال الرياضي، عندنا مازال ما مرتاحينش لهاد الظروف فاش تجري فيها الرياضه. تنطلق من هنا، نعم، تنوضع التصور ديالي، تندوز للتنفيذ، وتندوز مساله اخرى هي ديال تنزيل او وضع الامكانيات اللازمه، سواء على المستوى القانوني، على المستوى التشريعي، على مستوى العنصر البشري، على المستوى المالي. حاليا وزاره الشباب والرياضه ميزانيتها ربما من اضعف الميزانيات، تقريبا واحد تقريبا 1000 تقريبا مليار 400 وشي حاجه او مليار 600، ربما هي ضعيفه جدا ولا تساعد. اكثر من ذلك هو انه ما بقاوش مرتبطين بالدوله، لانه دابا حاليا الكل يعتبر بانه دائما الموارد الماليه، ربما الانديه والجامعات خصها تمر امر اخر وتنوع الموارد ديالها. اسمح لي طولت عليك. طيب لا ماشي مشكل، بالعكس فقط منصف، وحنا كنتكلموا دابا واحد البلاغ ديال الجامعه الملكيه المغربية لكرة القدم، فيه احتجت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بقوة على تحكيم مباراة المنتخب المغربي أمام المنتخب الفرنسي. جاء ذلك في رسالة إلى الهيئة المختصة تضمنت الحالات التحكيمية التي حرمت المنتخب المغربي من ضربتي جزاء واضحتين بشهادة المختصين في التحكيم، مستغربة في نفس الوقت من عدم تنبيه غرفة الفار لذلك. وتؤكد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنها لن تتوانى في الدفاع عن حقوق منتخبنا، مطالبة بالإنصاف في اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الظلم التحكيمي الذي مورس على المنتخب المغربي في مباراته ضد المنتخب الفرنسي برسم نصف نهاية كأس العالم. تعليقك منصف اليزغي. انا كنت منتظر شي خطوه بحال هكذا، سواء كتصريح الرئيس الجامعه او كبلاغ، هو امر ممتاز، لانه هنا على الاقل تحرك واحد الامر ربما اللي فاجانا جميعا. ملي تقول حتى غرفه الفار ما تحركاتش، ولو اعطي القرار النهائي للحكم، لانه الحكم يقدر تغيب عليه هذيك الحاله مثلا. اذا انا كنتظر هذا الامر، هذا امر سليم، ما يمكنش انه يكون عنده أثر كبير على نتيجة المباراة اللي عطى الله عطاه، وفرنسا غادي تواجه الأرجنتين نهار الحد، والمغرب يلعب مع كرواتيا مباراة الترتيب، وقضي الأمر. تبقى بأنه تسجل النقطة بأنه تعطي العالم بأنه المغرب كان تيشوف راسه في النهائي، وبأن المغرب كان تيشوف بأنه حرم أو ظلم في هذيك المباراة، بدون وأكرر بدون ما نشوف هذوك القناعات وذاك الشيء ديال بأنه الفيفا بغات فرنسا هي اللي تكون حاضرة في النهائي باش أنه السبونسور وكذا وكذا. هذا أمر ربما خصنا نتجاوزوه في النقاشات ديالنا. البلاغ هذا هو الامر الموضوعي الواضح، تنحتج على واحد القرارات تحكيميه بدون ما نبالغ في تصور الامر على انه مؤامره، غير خطا في التحكيم او خطا في غرفه الفار. اذا هذه فرصه باش انه الفيفا نوضعوا امام 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 اللجنه التحكيميه باش انها تشوف يا اما قرارات تاديبيه يا اما يعني بعض العقوبات على الحكام خلال اقصائهم في بعض المباريات الاخرى. عاده في مثل هذه الحالات سيمون سيفليازغي، الفيفا كيفاش كتصرف قانونيا؟ نعم، الفيفا ما هنا ما غاديش دير شي حاجه. الفيفا شنو بحال لي هذاك الحكم تيكون تنقيط ديالو، الحكم تيكون تنقيط ديالو، وحتى غرفه الفار تيكون تنقيط ديالها. وبالتالي ما نتصورش انه غادي تكون شي حاجه كما قلت اجراء المباراه او تغيير، تيكون فقط يعني عقوب، يعني واحد السلم ديال التنقيط على ذاك الحكم. يقدر انه كيف ما خدا نصف النهائي، يقدر المره الجايه ما ياخذش واحد المباراه مهمه، يقدر ما يبقاش يتعيط ليه بالشكل اللي يبقاو يعني يسجلوا في لوائح ديال التحكيم كيف ما كان مقبل. اذا هذه هي الطريقه اللي دار، اما غير ذلك مع ذلك تبقى بانه المغرب اعلاميا يسجل بانه يندد بما حصل بالامس.
نعم، ويمكن هذا الشيء غيزيد يساهم في يمكن السمعة اللي رجعت عند الكرة المغربية. راه انبهار غير مسبوق منصف اليزغي بما تحقق، لأن يمكن الخسارة البارح كتخلينا بحال شوية حشمانين. راه داكشي اللي وقع راه ما عمر عاشو شي حد، وصعيب يمكن يعيشو منتخب آخر في المستوى ديالنا. عزيزي رضوان، انا الناس المقربين لي تعرفوني انا من اكبر المتفائلين. المغرب كان بغى يتاهل كاس العالم 2018، وكان محتل، كان الوضعيه ديالو كان مع الكوت ديفوار كانت ميؤوس منها، وكنت نقول المحيطين بيا نقول المغرب غادي يتاهل. انا ديما عندي التفاؤل هذا، عندي من ديما، وتاهل المغرب ومشيت مع روسيا ولله الحمد، مشيت على حسابي يعني، ماشي مشيت على حسابك في روسيا. لا على حسابي، قلت مشيت معاه، ماشي المقصود هو انه مشيت مع المنتخب، رافقت المنتخب، واضحة واضحة. لا باش اذا هنا هاد الامر هذا ديال النقطه، اسمح لي راه قلنا الإشعاع والانبهار قوي اللي داروا المنتخب. تماما. هذا الابهار هذا اعطانا واحد الاشاره بانه عن طريق كره القدم نقدر نروجوا صوره المغرب بشكل كبير. يا اخي هنا في قطر راه فين ما مشيتي الدرابو ديال المغرب كاين وسط باقي الدول العالم. الامر ما تتيحولك شي مناسبه اخرى، تقدر دير مؤتمر اقتصادي او سياسي عندك في البلاد ولا في دوله اخرى، راه فيه يومين ثلاث ايام، ولكن هنا راك شهر كامل وانت المغرب حاضر في مختلف المتقايات الاعلاميه، حاضر في منتخب الاماكن، حاضر 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 حاضر. اذا شوف هذا السحر اللي عند كره القدم، وبلا ما نقول لك بانه كره القدم هي تخرجك انت وتخرجني انا وتخرج الصغير والكبير من الدار ديالو، هز العالم الوطني. شوف هذا الجانب اللي فيه، هذا الجانب القيمي، وهو ديال احياء الشعور الوطني فينا، الانسجام الاجتماعي اللي تيوقع. وهنا من المسائل اللي ربما دائما تنحل تلح عليها، هو انه في المغرب كما باقي الدول التجمع ممنوع، خصو ترخيص قانوني، ولكن هنا في هذه الفرحه هذه الناس تيخرجوا بدون ترخيص قانوني، والدوله هي تاثر هذاك الخروج باش تشارك معاهم هذيك الفرحه. اذا هذا الفرح هذا اللي تخلق عندنا، والتي يخلي بانه حنايا الاسر ديالنا ما تعرفوش الحكومه ديال عز اخ نوش، ما تعرفوش الافراد ديالها، ولكن الوالده ديالي غادي تقول لك كاع الافراد ديال المنتخب المغربي تحكم لك بواحد بواحد بواحد، وتعطيك تفاصيل ديال الاستعدادات و الى اخره. اذا شوف هذه القوه ديال السحر ديال كره القدم اللي تيخلق فينا واحد الشعور الوطني، واللي تربطنا حتى مع الجاليه. الدليل هو الاحتفالات اللي كانت في المدن الاوروبيه. اذا هنا هذا السحر هذا اللي خصنا نستغلوه وخصنا نوظفوه وخصنا نعطيه واحد الاهميه ديالو، وما نبقاوش كما كنا من قبل مناسباتيين في الانجازات ديالنا. خصنا الان نحافظوا على هذيك لونديرونس، يعني تولي عندنا واحد الرسم مستقر، ماشي عندي 2004 2018، لا خصني نكون انا حاضر. ما بقاش هذيك فرنسا لعب رهنت على هذا الامر هذا وبنات، وقدر يتحقق هذا المشروع ديالها في 94 وما تاهلش لاكوب دي موند امام واحد المباراه بلغاريا في 93، ولكن بدا المشروع ديالها اللي وصلت ليه الان بهذا الشكل هكذا، لانه كان عندها واحد الاستراتيجيه واضحه مبنيه على معطيات وعلى امور موضوعيه. هذا الشيء اللي قلتي السي منصف اليزغي غير بين قوسين، الناس كيقول لك دابا النيه اللي داروها اللاعبين المنتخب خص يديروها كذلك المسؤولين، كل واحد في القطاع يدير النيه ديالو، وديك الساعه نقولوا ليه سير سير ما كاين مشكل. اكثر من ذلك السي رضوان، هو انه شدوا المنتخب وكل واحد وكل فرد منه عطاه واحد الوزاره. وكان هذاك السيد اللي قام بهذه العمليه صراحه كان ذكي، خدا الشخصيه ديال كل لاعب وحاول يمزجها مع شي وزاره الى اخره. فالحكيم عطاوه الداخليه لانه تيحبس كل شيء، عطاوه ما عرفتش حمد الله اش عطاوه، لا هذا هو واش ديره، يمكن بدون حقيبه، هذا غير فقط بدون مع احترامنا السي حمد الله اللي كنتمنى لا طبيعه الحال الله يوفقه. علاش مادام تكلمنا على السي حمد الله وعلى شديره، لان هادو جوج العناصر اللي ربما تهاجموا بشكل كبير، في حين حمد الله كان مطلب نقول جماهيري بدون مبالغه. نعم. واش غير المزاج اللي كيحكمنا، ولا هذا خصو يعطينا درس بانه اللي في شي بلاصه راه هو اللي خصو يقرر ويتحمل المسؤوليه ديال القرار والاختيار ديالو؟ شوف غادي نعطيك واحد النقطه، حكيم زياش ضيع بيلانتي في كاس افريقيا 2019 امام البنين، وخرجت المقوله الشهيره ديال كون عطيتيها البوصوفه كون خليتيها البوصوفه، كون خلاها البوصوفه، وتهاجم بواحد الشكل كبير كما لو انه هو اللي صاحب الازمه في المغرب، هو صاحب المشاكل الاجتماعيه في المغرب وكذا، هو هذاك الرجل ديالو هي اللي خلقت. تصور معايا كون كان هذاك حكيم زياش وكان مارك هذاك البيت، هيولي بطل قومي. اذا فارق ديال واحد الثاني ولا جداواني تتخلي انه التصور ديالنا تتغير من وضعيه لوضعيه اخرى. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه،
مي تنقولوا هنا حمد الله، انا ما تنبغيش نقصي لاعب في مره ونقول انه ما تعرفش، لانه ما يكونش حمد الله يكون لاعب فاشل هو سنوات وقضها وحق التألق. هذا تصور معايا كان ماركه شديره، هذاك الهدف اللي كان ربما ضربه حد من الحارس انه طاكا شديره غادي يولي بطل. حمد الله كون كان استطاع البارح هذيك الدريبلاج وعطاها ابو خلال ولا ماركه هو غادي يولي بطل وغادي نساو كل شيء. لانه حنايا السي رضوان نعطيك واحد الانيكدوت، 2011 المغرب ربح الجزائر 4-0 في مراكش المباراه الشهيره صحيح، كل شيء فرحان، حتى واحد ما هضر على غيريس شحال يتخلص، حتى واحد. مشينا لا كوب دافريك لعبنا، خرجنا في التور الاول قال لك اجا غيريس لهنا تياخذ 280 مليون مخين الى اخره. اذا غير بغيت نعطيك بانه بعض المرات الاحكام ديالنا تتكون بنيه على ديك اللحظه. انا بالنسبه لي شديره شديره مؤهله انه يمشي بعيد كلاعب في المنتخب المغربي. ربما بالنسبه لحمد الله كقناعه الشخصيه ديالي ربما لياقته البدنيه كانت ضعيفه، لانه باين في الملعب تشوفه مباشره وحنا تشوفه قريب منا بانه السيد هز واحد البواكسر، علما انه كانوا سعوديين كانوا تبعوا معايا المباراه الثانيه ديال المغرب مع بلجيكا، تيقولوا لي راه هذا صانع لنا صانع الاعجاز في الدوري السعودي. والدوري السعودي ماشي ضعيف، يعني ما نقولوش انه ضعيف، راه احسن من الدوري القطري اللي يلعب فيه بدر بينون، هو المباريات ديالو قويه. شنو طرا ليه؟ واش عدم التوفيق؟ واش الوزن؟ واش عدم الاستعداد ديالو؟ وهنا نرجع باش نختم الكلمه اللي قلتي ديال اعلاميا، ما نظنش انه وليد الركراكي يخضع للضجيج الاعلامي. علاش؟ لانه حيد لاعبين ربما اللي كانوا تيهضروا عليهم، حيدهم وما كانش عنده العاطفه، تيبقى هو يتحمل مسؤوليه الاختيار ديالو بطبيعه الحال، فهو المسؤول الاول والاخير. نعم. طيب سي موصف، باقي لنا تقريبا واحد 10 ديال الدقائق، مازال عندي بعض الافكار ويهمني واكيد حتى المتابعين المستمعين المشاهدين يهمهم يسمعوا رايك. الشخصيه ديال وليد الركراكي دابا كاين واحد التاثير ديالو كبير على كل حال وسط الشارع المغربي، القاصي والداني كيعرفوا، الصغير الكبير، اللي قاري واللي ما قاريش، اللي عنده مع الكره واللي ما عندوش مع الكره. شنو الوصفه اللي في وليد الركراكي خلاته ينجح؟ واش البارح في الماتش مع فرنسا ما كانش ضحيه ديال راسه وديال نجاحه وديال الكاريزما ديالو وديال قوته وديال حبه للمغامره؟ نعم، ربما الشخص ما يمكنش نطلبه منه المستحيل. علاش؟ لانه شوف المدربين اللي خرجوا من السباق ديال كاس العالم، راه خرجوا لويس انريكي، راه خرج سانتوس، راه مدربين قاموا لهم ويقعد، يعني ما نطلبوش منه اشياء كثيره. هاد وليد الركراكي ابن هذا البلد، استطاع يكون راسه، امن بالشخصيه ديالو، امن بالكاريزما ديالو، وعمره ما خلى انه يكون ضحيه ديال ضغط الجمهور او الاعلام. وحنا تابعنا المسار ديالو مع الفتح الرباطي وكان تيدير ندوات كتتبان الفلسفه ديال الشخص. البارح ربما المدرب ما يمكنش يكون معصوم من الخطا، الا خطا يمكن هو عنده تبرير ديالو، الا دخل سايس ودخل مزراوي عنده مبررات ديالو. وهنا غادي نشير لك نقول لك بانه احيانا تنعاتبوا شي لاعب معين وتتضح بانه المدرب تيدخلو لغرض معين. ونعطيك هنا مثال، كان واحد اللاعب فهد بدو الزكي، يعني ملي تيدخل هو محط انتقادات، اللي هو مراد حديود اش يدير هذا اللاعب، هذا اش يدير هنا. انا شخصيا التقيت واحد النهار مع بدو الزكي في 2005 واعتقد 2004، ونقلت ليه المساله هذه، قلت لي هاد الحارس هذا، قلت لي هاد اللاعب هذا، هاد اللاعب هذا، وسولته على حارس اخر من البطوله الوطنيه، يقول لك خصو يكون حاضر، كلشي يقول خصو يكون حاضر. شنو قال لي؟ بالنسبه لمراد حديود قال لي الطريقه تنقسم مربعات الملعب، نقسم المربعات، وعندي واحد الخطه. قال لي الوحيد اللي تحقق اعلى نسبه من النجاح في الخطه ديالنا هو مراد حديود. يلا هذه شوف السر ديال هذا السيد بدو الزكي مع هذا اللاعب. وسولته على الحارس اش قال لي؟ قال لي حتى الحارس، اعتقد انا راه حارس، يعني ما يمكنش انا واحد يقول لي شكون هو الحارس المزيان. قال لي في التقييم ديالي لهذا الحارس اللي تهضر عليه راحت للصف العاشر مجموع الحراس اللي درت لهم التقييم. اذا ربما تكون اشياء عند المدرب حنا ما نعرفوهاش. احيانا العاطفه ديالنا والحب ديالنا للكره والمنتخب تخلي الجمهور انه تيهضر وتيقولوا من حقه كره القدم، لانه حنايا سواء كاعلاميين او كجمهور حنا انصاف مدربين، وبالتالي تكون عندنا واحد التصور، عندنا واحد العاطفه وتنبغوا نهضروا، هذا حقهم وهذا حقنا جميعا. ولكن ربما هناك اشياء تطبخ داخل غرفه الملابس ربما قد لا نكون على درايه ما كنعرفوا. كانت الحاله ديال اللاعب النصيري اللي تعرض لحملات وحملات، ولكن اثبت
بانه ماشي جوج جوشيات، عنده جوج ريوس تبارك الله، وكيقدر يماركي من منطقه لا تتصور. انا بالنسبه لي هذا المونديال هذا نصف جوج الناس، غنفاجئك بالثاني. اما الاول النصيري هو ذكرتيه، ان النصيري وقع التنمر عليه باش نكونوا واضحين في المغرب، صحيح دي صحيح كاريكاتير وما خلاو ما قالوا عليه وطاطا الى اخره. ولكن السيد هذا يحسب له واحد الامر ربما تيبان بانه التربيه ديال الشخص وانضباط ديالو. هل شي نهار رد على شي وسيله اعلاميه؟ هل شي نهار خرج في تصريح ما هوش تيماركي البيت تيجي عندك تيضحك معاك تيدير لك بحال هكذا وتيدير لك هذوك العوينات بحال هكذا وسال الامر؟ دار في لاكوب دافريك وعاود هنا، عمره ما رد على شي واحد، وكان كبير حتى في القفز ديالو. دابا هو حاليا راه فات في رونالدو في القفزه ديالو، ونتمنوا انهم يخلقوا هذاك الهزيج عاوتاني القفزه ديالو كما داروا على رونالدو. اذا هذا السيد هذا يشكر على الانضباط ديالو وعلى الصبر ديالو امام هذه الهجومات، وفي الملعب راه مشاو على الاخلاق ديالو، باسو الراس ديال باه. وكاين البعض اللي قال لي سمح لنا على داك الشيء تعرض لهذا الابن ديالك، لانه تسبوا حتى والديه. نكونوا واضحين، حنا مغاربه عارفين بعضياتنا، وقع هذا الشيء. شكون هو الرجل الثاني ربما اللي غادي يقدر يفاجئك؟ وانا شخصيا في واحد القناه هنا دوليه قلت لهم المونديال انصفا النصيري وانصفا واحد الطرف اخر اللي هو المشجع نور الدين فلاح الدولمي. هاد الدولمي هذا من 86 حضر المونديال، وتيحضر ديما، تيحضر حتى في 2004 في النهائي ديال تونس، موراها ولا تيخسر المغرب حقا راه هو يعني طاح. الدولمي كان حاضر، الدولمي راه هو سببنا سيدي، ماشي الخطه، ماشي المدرب، ماشي الجامعه، لا الدولمي راه هو واش ولصقوا به التهمه هذه بشكل السيد صرف فلوسه وصرف رزقه على الكره تيبغيها حقه هذاك، يعني حشومه انه نوصلوا ان. ونعطيك واحد السر، انه تيقولوا بانه راه ياخذ شي فلوس انه يدخل على الجامعه. انا صديق ديالي عداء عالمي هنا عايش في المغرب، عايش في قطر، وحضر خدام معالي فولونتير، قال لي انا دخلته نهار الماتش ديال بلجيكا او كندا، هو اللي دخله، لا ما كانش عنده البيي. هذا السيد هذا ماتش ديال بلجيكا او كندا دخلوه مغربي، دخلوا الملعب ما كانش عنده الورقه. يعني انا دائما تنمشي مع ثقافه الاعتراف، نعترف سي رضوان دار شي حاجه مزيانه، نعترف فلان دار، ماشي شغلي في المنصب ديالو وماشي شغلي تقول لي تنطبل. انا تنامن اللي دار شي حاجه نعترفوا ليه بها باش نشجعوا انه يدير ما احسن. صحيح صحيح، وتحيه للظلمي والله العظيم. الا وبعض المرات راه كيضر داك الشيء ملي كتبدا تنمر على بنادم وكتبدا كتسبو، راه على كل حال نفسيا الانسان كيتاثر. ولكن كما قلتي راه المجال هو اللي كينصف، كيف ما نصف الظلمي ونصف النصيري. طيب سيمون صيف، لعبنا نصف النهايه، الربعه الكبار كيتسناونا تظاهرات اخرى، واش غادي نبقاو حارصين على اننا نبقاو مع الكبار، ولا غنعتبروها طفرة كتوقع مرة في الزمان ونرجعوا للمستوى العادي، وكنتقصى واحدة الموزمبيق، ولا كتقصينا الرأس الأخضر، ولا كنتعادلوا هنا وكندوزوا بصعوبة في بلاصة أخرى؟ هذا هو اللي قصد لك، أنه خصنا نستمروا في هذاك المسار اللي قطعناه ونمشيو بنفس الرسم. الان ما بقاش مسموح للمغرب انه تقول لي بانه غادي يبحث على التاهل، ولا ما بقاش هذا المنطقه هذا حاضر. الدروس خديناهم في هذا المونديال هذا، المغرب قادر يحط يكون مع الكبار. اذا هنا كاس افريقيا الجايه الرهان هو تفوز بها، ما تقوليش انه داير مع العقد مع المدرب انه غادي يوصل نصف النهايه، هذا عيب ان نقول هذه الهضره هذه. وحنايا فريق سميتو المونديال الجاي غتكون 48 فرقه، خصني نمشي بعيد اقصى ما يمكن، لانني تنقول عندي الامكانيات. الا كترصد هذه الميزانيه هذه كلها، ترصدها الكره القدم، فخصني فعلا كما تنقولوا بالدارجه نحللها، ونحللها راه حاليا تنعيشوا هذا الامر هذا، لانه كاين عندنا جامعه قويه، عندنا اوتور ولله الحمد، وبالتالي ما تنقص لا ان نمشيو في نفس الرسم. وانا الا كنا المنتخبات عندنا مزيان الحمد لله في هذا الوقت هذا، خاصنا نعتنيوا الان بالبطوله المغربيه تولي قويه وتولي مصدره اللاعبين سواء اوروبا او المنتخب المغربي. اها، تكلمتي في واحد الفيديو على الصفحه ديالك سيمون صيف، على شنو غيربح المنتخب ماديا من هذه المشاركه؟ عاود فكرنا انا، داك الشيء زوين، داك الشيء بزاف. اشويه غيخرج يقول لك فين غيمشيو دوك الفلوس، فين كيمشيو؟ لا ولا عطينا الحساب. واحد التعليق اش قال لي سميتو، قال لي تفكروا غير في الفلوس، انا تنعطيك معطيات فقط يعني. قول لي سي منصف، هو هذا واحد الغلاف تعطيه الفيفا، تعطيه تقريبا 400 مليون دولار تعطيه للمنتخبات للشركات، تعطيك في البدايه ملي تتاهل لكوب دي مون تعطيك واحد مليون ونص باش الاستعدادات، يعني مليار ونص على الاستعدادات.
ملي تدوز الدور الاول عندك واحد الحصه تاخذها الا شاركتي في الدور الاول وتقسيتي، يعني بحال دابا دول مثل قطر تونس السعوديه تقسوا في الدور تاخذوا 9 مليون دولار، يعني ها هما واحد 10 مليون ونص ديال الدولار خذتها الجامعه. ملي تدوز الادوار الاخرى وانت طالع تتوصل ها انت غادي ب 13 انت غادي ب 25 انت ب 30 حتى يعني المبلغ الكبير اللي هو 42 مليون دولار تتاخذها الفرقه الفائزه بكاس العالم. هذه المنحه هذه نورمالمون في جميع الدول شنو تيديروا؟ تيديروا اتفاقيه مع اللاعبين تحددوا النسبه ديال استفاده اللاعبين من هذيك المنحه ديال الفيفا. ما تنهضرش على المنحه اللي تعطيها الجميع اللاعبين على اساس انه فازوا كذا، وتنهضر هنا على نسبه من هذيك المنحه ديال الفيفا. كاين اللي تيدير 30%، كاين اللي تيدير في 40%، كاين اللي تقريبا كاين اللي ما تياخذش مثلا، وكاين يعني هذا هو. ولكن ما ننساوش واحد النقطه اخرى، انه واحد غلاف مالي اخر ديال 209 مليون دولار تتفرق على الانديه اللي احتضنات اللاعبين في طيله السنتين الماضيتين اللي تنتميو ليها. مثلا بدر بانو نعطي به مثال انه مثال واضح، لعب مع الاهلي المصري وانتقل للسد القطري هنا في هذه السنتين بجوج هما يستافدوا 10000 دولار في النهار من بداو الاستعدادات ديال المغرب المونديال، وغادي يبدا ياخذ 10000 دولار الى غايه اقصى نقطه وصل ليها في المونديال. يعني دابا الانديه اللي تنتميو لها اللاعبين المغاربه كلهم استافدوا الحمد لله، كانوا سبب في استفاده الخزينه ديالهم والحمد لله. وكيقولوا سعيد الناصري هو الرابح الاكبر، عنده جوج اللاعبين ثلاثه اللاعبين في المنتخب ضارب ليها الحسباياتك. طيب منصف قبل ما نسالي وما يمكنش ما نتكلموش على ما حدث بخصوص التذاكر، صوره راقيه اعطاها المنتخب واعطاها الجمهور، وصلنا للتذاكر وكان مخجل لك شيء. اشنو وقع سي منصف وانت اكيد غتكون حضرتي او شفتي او سمعتي من المعنيين بالامر؟ انا غادي نهضر معك لانني تنقلت العين مكان اي اماكن تمشي نشوف، ما تنبغيش ندير الهضره ديال الناس باش ما نقولش الصوره مغلوطه. انا خديت لي بي ديالي ديال التور الاول خديتهم ملي كنت في المغرب تقريبا 6 شهور هذه ملي حلو، خديت لي بي ديال التور الاول اعتقادا بانه التور الثاني وكذا تكون الامور سهله عن طريق السيت ديال الفيفا اللي تناخذ منه التذاكر. انا سالت التور الاول تاهلنا غادي نلعبوا مع اسبانيا، دخلت كيف ما العاده للسيت بقيت حتى الصباح تندخل والو ما تيعطيني والو، لا غد ليه نهار كامل بديت نحس شويه بالصهد بهذا المعنى هذا، بقات شي 3 ايام شنو درت؟ درت واحد الفيديو ربما هو لي بومبارد هذا الامر هذا، يعني بكل تواضع كنت انا السباق الى طرح هذا الموضوع هذا، وطرحت بانه كاين هناك اشكال بالنسبه للتذاكر. شخصيا دير خطا المره الاولى ماشي مشكل، دير الخطا الثاني المره الثانيه نقول بانه يمكن ما كنتيش جاهز، دير الخطا المره الثالثه بشكل افضح، هنا تيبان لي الامور خصها نناقشوها بتروي. الجامعه دارت المبادره ديال انه تفرق تذاكر. انا الا سولتي على رايي الشخصي نقول لك انا اللي جاي للمونديال جاي هنا لقطر او الناس اللي كاينين هنا تيبان لي عندهم الاريحيه باش غادي يشري هذيك التذكره. متفقين جاي من تماك وراه ماشي السفر ماشي التكلفه ديالو هو 5000 درهم ديال البي ديال الطياره، راه كاين اشياء اخرى، راه الاقامه هنا والاموال هنا، يعني هاد الناس هادو ميسرين، ما تقوليش بانه جايين كذا، والله يكون في عون الجميع على باب الله تماما. بغيتي ديرها مجانيه انا ما عنديش مشكل، بغيتي دير عمليه كذا غير هي انا حسيت براسي هنا بحال اللي جالس حدا مركب محمد الخامس ولا مولاي عبد الله، بغيتي المجانيه راه كنت هنا في الفيفا. شنو وقع؟ هذاك النهار اللي بقى فيا الحال، انا النهار الاول قبل المباراه ديال اسبانيا بقى فيا الحال، حسيت مشيت نقلت البلاصه فين كاينه تما واحد الجيت مول تما وصل الدوحه. بقى فيا الحال المغاربه تيدفعوا فيهم رجال الامن، بقى فيا الحال الناس مصفين تماك، علاش طلقتي هذه الفكره هذيك؟ كنتي تلقى تبدع فيها، ديرها في السيت تبيعها بثمن رمزي، دير 10 اورو مثلا، 10 اورو عند كل شيء اللي جاي لهنا، راه ماشي عنده 10 اورو، عنده 1000 اورو، ديرها وخذ 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 نوامر ديال لي باسبور باش ما ياخذش واحد جوج مرات ويبيعها، لانه الناس خداو بزاف مرات وباعوها، تتجي تدوز هذه، تتجي تعاود نفس المشكل في البرتغال، تتعاود بنفس الامر بشكل فادح، تتعاود عاوتاني تديرها في الماتش ديال فرنسا. وهنا نقول لك بانه الذل اللي عاشوه المغاربه في المباراه في هما تيساينوا في ملعب في لعب الجنوب في الوكره، ربما ما تبغيها حتى شي مغربي ولد بلادك. علاش بوحدنا حنايا المنتخب الوحيد وسط 32 منتخب اللي عشنا هذا الشيء، كل شيء واخد التذاكر في امان الله الا المغرب. وقع اشياء ربما نمشي معك نفصل معك اكثر، هو انه فئات معينه خدات، ونقول لك نمشي معك بعيد، انا عندي خبر هكذا مباشر تنقول لك بانه
صحفيين اجانب عرب اللي خداو ليبيتهما بثلاثه واربعه. يعني هذا الامر هذا واقع تنقولوا هكذا في الوقت اللي اذا الفكره كانت مزيانه ماشي مشكل، التنزيل ديالها كان خاطئ وتكرر المره الاولى والثانيه والثالثه. اذا واش ما الا كانت الجامعه ابدعت في عده اشياء وابدع والمنتخب ابدع، ما قدرناش نبدعوا في هذا الجانب التنظيمي ولات واحد السوق سوداء خطيره السي رضوان. انا كنت اتهمت ديال المسؤولين في رياضيين ما نسميوهمش ولكن كانت تسميه ديال الناس. انا نقول لك خديت البي ديالي الاولى خديتها بالثمن ديالها ديال الويتيان فينال، خديتها تقريبا بواحد 2200 درهم باش خديتها. جابها لي مغربي هنا عطاوها لي في الشركه ديالو واحد الشركه ديال الاتصالات، جابها لي مسكين تل هنا عندي المقر فين جالس. الثانيه شريتها من عند واحد الطرف اخر بلا ما نقول الصفه ديالو او شنو تيشتغل، شريتها من عنده ب 4500 درهم مغربيه. الله اكبر، هذا الثمن ديالها وكاين الناس اللي تيزدوا فيه. البارح خديت بيه ب 10000 درهم باش خديته، لانه هو اللي صب 10000 درهم باش تفرجتي المغرب وفرنسا. لا 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 باش نكون معك واضح، خديته ب 10000 درهم وبقات هي واقفه لي هنا لانه حطيت كاع داك الرزق اللي باقي عندي حطيتها، والطريف هو انني خلصتها بالدولار وكملت ليه بالاورو وزدتو بالريال القطري. يعني ديك الذكيره خديتها بثلاثه ديال العملات. الله 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 الله. ولكن الحمد لله هذاك السيد المغربي اللي تنعرف هنا شنو دار، قلب على شكون اللي يشريها واستطاع نحصل على تذكيره اقل. اذا هنا ورجعت الكسوس اللي كانوا عندي وكان الضرر اقل. هنا المشكل اللي وقع هو انه التذاكر ربما ولات واحد القيصه نقول لك هكذا، ولات كاين اللي هز اربعه هز خمسه وقاس يفرق. راه هذا هو الاشكال اللي وقع هنا. العمليه التنظيميه كانت فاشله في هذا الجانب هذا. المغرب عيب. عيب. انا ضريت هو انه الصوره اللي ولات منقوله عن هنا كانوا منقولين يقولوا الهنود راهم محتكرين، الهنود دخلوا بطاقه هيا وخذوا البطائق وخذوا التذاكر يديروهم في مارشي نوار. مارشي نوار داروه مغاربه هما باش تكونوا واضحين، وانت تحفظ انه بعض الصفات ديال بعض الافراد المغاربه ما تطلقش معهم انهم يديروا المارشي نوار. للاسف المارشي نوار اللي عطى واحد الصوره سوداء، ولكن الحمد لله هذا كان محصور في الزمان والمكان وقد الصوره الراقيه. تفضل. نتمنى الا كانت الجامعه بالتنظيم ديالها انها ترجع المغرب وتفتح تحقيق في هذا الجانب هذا، لانه هذا غادي يمنع هذه الحالات انهم يحصلوا من بعد. حنا كنا في المونديال الفيفا ماشي المغرب في البطوله لعبه هذه الفرقه هذه مع الفرقه ونعطي بي مجانيا وكذا. حتى في المغرب واقيلا راه ليبيا ما كاينش مجاني بهذيك الطريقه. صحيح. طيب سيمون صفرياز غير بغيت بسرعه غنعطيك بعض الامور تعلق عليها بكلمه او لا جوج تعليقات سريعه بدون لغه خشب. صفرياز غير لاعبين ديال المنتخب سدوا التعليقات على حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي بسبب حملات السب والتنمر. تعليق سريع بدون لغه خشب. صفرياز غير ارفض ذلك رفضا تاما. تفاعل كبير مع صورة المعتقل السابق في تاز ممارة أحمد المرزوقي يشجع المنتخب في قطر. تعليق سريع بدون لغة خشب. هذا غنسمح نطول لأنه درت مع حلقات وكنت سعيد به. وشنو قال لي باش نقول لك؟ واحد الحلقة اللي دخلها بطل اليوم قال لي بقى في الحال أنه مغاربة بديت يقولوا لي بأنهم فلوس الملايين بدأت يبانوا عليه وهو جاي. أنا عارف السيد اللي محتضنه هنا وجاي بصفر درهم جاي هو والزوجة ديالهم استضفوا. هذه فقط الحقيقة. مرزوقي إنسان رائع، إنسان كبير، إنسان رغم ما قاساه يحب هذا الوطن. تحية لسي أحمد المرزوقي من هذا البلاصة. وأخيرا تلفزيون الجزائري الرسمي قدر يكتب اسم المغرب بعد الهزيمة أمام المنتخب الفرنسي. قبل كانوا كيكتبوا غير البناء للمجهول. تعليق سريع بدون لغة خشب. منصف يزغي تماما. هذا الأمر هذا ربما مفاجئ، يعني تبين سياسة ديال النظام الجزائري، ولكن أشهد شهادة حق الناس اللي تلاقيناهم هنا كجماهير جزائريه كاعلاميين جزائريين رائعين جدا، اروع مما تتصور. خطاب جميل، عناق جميل، دعم كبير للمنتخب المغربي، وتلاقيتهم في جميع المباريات دون استثناء وتلاقيتهم في جميع الاماكن. اذا هناك ربما شرخ بين نظام يفكر بعقليه بائده وشعب متقدم ويؤمن بالاخوه. اللاعب عز الدين أناحي على أجندة البارسا كيف ما تكتب. تعليق سريع بدون لغة خشب. منصف يزغي هذاك السيد فراش يلعبوا في المباراة أبهرني لأنه ما شناش قال المباراة دازوا مع المغرب عمر ما لعب بهذاك الشكل. هنا الكل يتحدث على أناحي والطريقة كيفاش يدور بالكرة. واحد تقني هنا تيقول لي الطريقة باش يدور بالكرة قال لي تيخلق واحد المساحات غريبة. هذاك السيد ربما طفرة. بالإضافة نعطيه واحد السيد حقه وهو سفيان المرابط اللي كان خصو يفوز برجل المباراة في المباراة الإسبانية، ولكن بونو كان خطف الأضواء. فسفيان المرابط
ركض تصور مباراة في الدور الأول ركض 43 كيلومتر، كل مباراة تقريبا 13 14، إذا فهو رجل مفخرة لنا كلهم، ولكن ربما هادو بانوا فيهم الضوء أكثر من الآخرين. في القمة ديالهم. باش نساليو، بدينا بكرواتيا غنساليو بكرواتيا. منصف لي صغير تعليق سريع بدون لغة خشب، باش بديتي باش تسالي. هذا هو البوست اللي درت قبيله. أنا اللي بغيت نوجه بأنه المركز الثالث تحتفظ به التاريخ، ما تكونش يعني استهتار بهذه المباراه. انا نذكر واحد ذكرى خايبه بقى ما باش تنسى. 1988 المغرب احتضن كاس افريقيا في الدار البيضاء ولعب مباراه الترتيب مع الجزائر، وفاريا دخل الاحتياطيين ودخل وخسرنا مع الجزائر وخذات المركز الثالث. ما خصناش نستهتروا بالمركز الثالث، التاريخ يمكن ما كتبناش شي نهار نحصلوا على المركز الثالث او نوصلوا حتى للدومي فينال، فيتوجب اخذها بشكل جدي كما لو انها مباراه نصف نهائي. شكرا لك منصف اليازغي، تكلمتي معنا بدون لغه خشب، ما محتاجين لا فار ولا بلاغ ديال الجامعه ولا حتى شي حاجه. ما سخيناش بك، غتجي فرص اخرى ان شاء الله فاش نتكلموا معاك كيف ما كتكلم دائما، بالادب والصواب والعقل وبالقرايه وبدون لغه خشب. من الدوحه شكرا لك مره اخرى. الله يكبر بك. من الدوحة شكرا مرة أخرى الدكتور منصف اليزغي الباحث في السياسة الرياضية. شكرا كريم نيتسي اللي كان معنا في إخراج الصورة كما العادة، إسماعيل كحلاوي في التصوير وفي أمور أخرى ما كتعرفوا. حواراتنا دائما بدون لغة خشب بدون مواد حافظة. شنو بقي؟ مازال المغرب استقطق ورفعت الجلسة بدون لغة خشب. Net Radio. Net Radio.